السلام عليكم الإخوان، أتمنى أن تكونوا بخير وشر مبروكة. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه. شحال هذه كانوا المسلمين 6 شهور قال لك قبل رمضان كيدعيو أن الله سبحانه وتعالى يبلغهم رمضان، وملي كيفوت رمضان كيبقاو 6 شهور كيدعيو الله يا ربي تقبل منا رمضان. هكذا كان حالهم. إذا اليوم بغينا نهضروا على عقلية الأسد. علاش الأسد هو ملك الغابة؟ علاش كنقولوا الأسد هو ملك الغابة؟ علاش ما يكونش الفيل هو ملك الغابة؟ حيتاش هو اللي أكبر حيوان في الغابة هو الفيل. علاش ما نقولش أسرع حيوان في الغابة هو تشيتا؟ علاش ما يكونش تشيتا؟ علاش بالضبط الأسد؟ علاش ملي إنسان كنقولوا يعني كنحفزه أولا كنشجعه بشي حاجة كنقول وكن سبع، وكن في حال السبع، زعما في حال اللي كتشجعه. او لا بعض المرات كيقول لك سبحان الله كنجيبها من فم السبع، يعني بحال اللي كيبغي يبين لك هو انه كيكافح كيناضل الى اخره، كيقول لك واه كنجيبوها من فم السبع، يعني فين ما كانت. الاسد باش متفوق، باش هو ملك الغابه بالعقليه ديالو، يعني العقليه ديالو هو في شكل ملي كتبانو في شي حاجه، هذيك غزاله ولا شي حاجه، بغض النظر واش طويله واش كبيره عليه ولا لا، هو العقليه ديالو في شكل. هو شجاع، هو عنده العزيمه، عنده الاصرار على تحقيق الهدف، ما سوقوش هو واحد الحاجه كيفاش. وهيديك خصك انت تتعامل مع الناس الاخرين، انت عندك واحد القدره والله عطاك الله واحد الموهبه ولا واحد المهاره، حاول تخدمها بغض النظر عن ذاك الانسان واش هو لاباس عليه، واش هو قاري، واش هو دكتور، واش انت العقليه ديالك خصك تفوق عليه غير بالعقليه، انت خصك تكون مطور. يعني هاد الشيء علاش الأسد العقلية ديالو مونتاليتي ديالو يعني مغايرة على الحيوانات الآخرين. هو كيفيق من النعاس، راه هو ملك الغابة باش بالعقلية ديالو، ماشي بالقوة ولا شي حاجة، لا العقلية ديالو كتقول له كل زرافة كياكل زرافة، كل حمار الوحشي كياكل، واخا هو الحمار الوحشي كبير عليه، يعني ملي كتبان له في شي حاجة راه كيمشي كياخذها بكل سهولة. وهيداك انت خص العقلية ديالك تبدلها. راه شحال من واحد كتلقى إنسان سبحان الله، انسان بغض النظر عن سنه كتلقاه واحد باقي صغير وكيسير شركه ولا كيسير دوله ولا هو باقي صغير، يعني من خلال العقليه ديالو هي اللي كتخليه انه يتحكم في الناس الاخرين. ولا كتلقى واحد مسكين عنده واحد الشهاده عاديه وكيتحكم في الدكاتره ناس الى اخره، كيسيرهم هو كيسيرهم، يعني هو متفوق عليه بالعقل، متفوق عليهم بالعقليه ديالو، يعني العقليه ديالو هي اللي كتخليه انه كيتحكم فيهم او كيسيرهم. بغض النظر عن السن، تقدر تلقى واحد باقي في عمره 20 عام ولا 25 عام ولا 30 عام وكيتحكم في الناس كبارين وكيسيرهم احسن تسيير وكيعرف، باش هو متفوق عليهم غير بالعقليه، غير بالتجربه، غير بالعزيمه، غير بالاصرار على تحقيق الهدف. يعني هادو هما الحاجات اللي كيخليو ان الاسد يتفوق على الحيوانات الاخرين. وبالتالي حتى حنايا خصنا نغيروا العقلية ديالنا، حنا خصنا كما كيقولوا حاولوا تفكروا خارج الصندوق، think out of the box، think out of the box يعني فكر خارج الصندوق، حاول تفكر بواحد الطريقة مغايرة، ما تفكرش كما كيفكروا الناس آخرين. كيقولوا باللونجلي don't follow the majority follow the right way، don't follow the majority follow the right way، لا تتبع الأغلبية ولكن اتبع الطريق الصحيح ولا الطريق المستقيم. كنا كنهضروا على العربية، احنا دخلنا في اللونجلي. دابا هذه القناة ان شاء الله تكون عبارة عن نعملوا شي حاجة فيها باللغة العربية، يعني بالدارجة المغربية. اذا كما قلت لكم ان شاء الله غادي نحاول كل نهار نحط فيديو هنايا، والاسبوع المقبل نحاول نحط 2 فيديوهات في النهار، 2 فيديوهات هنايا وجوج فيديوهات في اللغة الانجليزية، باش نكون سبع. وكون سبع خص الانسان يكون سبع، خص يجتهد كما كيقول لكل مجتهد نصيب. بغيتي العلا، بغيتي تكون مزيان، بغيتي خصك تسهر، خصك تكافح، خصك تناضل، خصك تغير العقلية ديالك، خصك تبدل البيئة ديالك، خصك تصاحب الناس اللي هما ايجابيين، تبعد على الناس السلبيين الى اخره. خصك بزاف ديال الخطوات اللي تاخذهم دائما، وكون سبع. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.